اسم كوك من BTS ليس غريب على الدراما الكورية، لأنه تم ذكره في العديد من أعمال نتفليكس وديزني، حيث تم ذكر اسم جي كي في العديد من الأعمال الدرامية الكورية المشهورة، وآخرها دراما ثلاثة أشقاء جريئين والتي تعرض حاليا على KBS، حيث تم ذكر اسم كوك من قبل صديقة البطلة في مشهد عندما كانوا كلاهما يسيران على الدرج وشاهدوا سيارة فاخرة تتوقف. بدت صديقة البطلة غاية في الحماس قائلة: من يكون هذا؟ أتمنى أن يكون كوك. كذلك تم ذكر اسم كوك في الدراما التي حصلت على نسبة مشاهدة عالية وشعبية كبيرة اقتراح عمل، حيث تم الإشادة بوسامته ما يدل على شعبيته الطاغية في كوريا. في إخبار أخرى، تعرضت وين عضوة مامامو للإصابة في عينيها أثناء الأداء في حفل مطار إنتشون سكاي بسبب دخول غبار الألعاب النارية في عينيها. ومن ثم في يوم 25 سبتمبر، بعد أن تلقت وين الرعاية الطبية، تواصلت مع المعجبين لتحديث حالتها الصحية. أوضحت وين أنها أصبحت أفضل وكانت تتبع أوامر الطبيب فيما يتعلق بالعناية بأمر عينيها والراحة بشكل جيد، وطلبت من الجمهور عدم القلق بشأن صحتها، حيث اتجه الجمهور في جميع أنحاء العالم إلى تويتر لرفع هاشتاج وين. وعلى الرغم من أنه لم يتم توضيح أي شيء يتعلق بجدول وين مع مامامو ولا حتى ظهورها الفردي، إلا أن الجمهور يشعر بالارتياح لحصولها على قدر اللازم من الراحة. يأمل الجميع أن تتعافى وين قريبا. في إخبار أخرى، يواصل ألبوم بوني بينك توسيع قائمة إنجازات فرقة بلاك بينك الرائعة التي حققها. ففي يوم 26 سبتمبر، صرح المتحدث الرسمي باسم الفرقة أن المجموعة احتلت المركز الأول على مخطط بيلبورد 200 بألبوم بوني بينك، والذي حصل على أكثر من 102 ألف وحدة في الأسبوع الأول. إنه أيضا أول ألبوم يحتل المركز الأول لمجموعة نسائية على مستوى العالم منذ عام 2008 على هذا المخطط. ومع هذا الإنجاز المذهل، لم تصنع بلاك بينك التاريخ مرة واحدة، ولكنها صنعته مرتين، كونها أول مجموعة نسائية في البوب الكوري تتصدر قائمة بيلبورد 200، وكذلك أول مجموعة نسائية على مستوى العالم منذ آخر 14 عاما تستطيع تصدر بيلبورد 200. وفي الوقت نفسه، بعد أداء شدون على مسرح إنكيجاي، عقدت فرقة فتيات بلاك بينك أول حدث توقع لها منذ 3 سنوات، حيث اجتمع الآلاف من المعجبين للقاء الفتيات شخصيا في المركز التجاري IFC. بدت الفتيات أكثر سعادة بالتواجد مع البلينك، حيث كان بإمكاننا مشاهدة العديد من تعبيرات الوجوه السعيدة مع كثير من التفاعلات الرائعة مع جميع البلينك، حتى أن جيني أزالت الحاجز الزجاجي العالق أمامها للتواصل مع المعجبين أكثر. لقد فعلت الفتيات حقا أفضل ما لديهن لجعل الجمهور سعيد. كذلك أعطت ليسا أحد البلينك تلميحا حول جولتهم العالمية القادمة. سألت هذه المعجبة ليسا: هل ستؤدين أغانيك الفردية في الجولة العالمية القادمة؟ وردت ليسا بأنها لا تعرف. قالت لها المعجبة: إنها كذبة. ثم أجابت ليسا: نعم إنها كذبة لطيفة. وبعد هذا الحدث، توجهت روزي وجيسو على الفور إلى المطار، متجهين إلى باريس لحضور أسبوع الموضة. في أخبار أخرى، خرج فريق اليوتيوب الرسمي فجأة للدفاع عن ليسا لمواجهة المعلومات الكاذبة التي انتشرت حولها مؤخرا بسبب اندلاع جدل تافه بين محبي ليسا ودهيون عضوة توايس، بعد أن تخطت دهيون أغنية ليسا على اليوتيوب. وعلى الفور تعرض حساب ليسا ودهيون للعديد من التعليقات الكارهة. قال محبي توايس أن ليسا تستغل إعلانات اليوتيوب لتزيد من عدد المشاهدات الخاصة بها ومن ثم إنجازاتها كفنانة منفردة، مما أدى إلى تضرر سمعة اليوتيوب مع ليسا أيضا. وعلى الفور تدخل اليوتيوب موضحا أنه لا يسمح بنشر أي إعلانات إلا من قبل فريق اليوتيوب نفسه، وحتى الآن لم ترد كل من JYP أو YG على هذه الحادثة، متمسكين بموقفهم السلبي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.